ماذا يفعل المصلي اذا كان يوسوس دائما في الصلاه؟ كيف يطرد الوسواس وماذا يقول؟ اذا عوض الله من الشيطان، اذا عوض الوسواس وشغل اخلاق في الصلاه يدخل اي تاره ثلاث مرات يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما علم النبي بعض الصحابه عليه الصلاه والسلام الصلاه يعني ولو في الصلاه يكفي من ذكر الله في هذه الصلاه، قراءه القران، يتعوذ بالله من الشيطان ويقطع الوساوس بهذا. لا يطاوع الشيطان، الشيطان عدو اللي بيطاوعه يهلكه حتى يجعله مجنون. الواجب على من وصل بوساوس ان يقطع الوساوس يحاربها، يصلى يصلي ولا يعيد، يتوضا يقول توضاك ولا يعيد الوضوء ولا يوسوس، واذا دخل في الصلاه استمر فيها حتى يقضيها، واذا حاربها الشيطان واسال عن يسار ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان، واذا صدق اعانه الله عليه كذاه شرا، لكن لا يخضع له لا يلين. العدو يحتاج الى قوه، يحتاج الى نشاط والى حرب قويه، وهذا عدو مبين خبيث يحتاج الى حرب.